سمعت من 10 ربع كده، سمعنا صوت انفجار وانا جنب ساكن قريب من الكنيسه يعني. فروحنا المكان لقينا في انفجار في الكنيسه، فبدانا نخش بقينا نخل المصابين، ما كانش لسه اي اسعاف جت، فبدات الناس تشيل المصابين ويوقفوا التكوسه والعربات، لان المستشفى دي ملهاش جنب الكنيسه على طول، ومستشفى دار الشفاء. فبداوا يقولوا الناس كده وينقذوها يعني، الناس الاهالي، لحد ما جت سيارات الاسعاف بقى بطريقه كتير يعني. كان في مصابين كتير؟ كان في مصابين كتير اه. كان في بينهم اطفال؟ اطفال وستات بس، ما فيش رجاله. ستات واطفال بس، ما كانش في رجاله. طب الحالات كانت خطيره او انتوا كان في حالات خطيره فيها؟ وكان في حالات متوفيه جوه، بس ما اقدرش اقول لك عددها لان ما يعني ما. طب حضرتك كمان كنت موجوده؟ ناس كتير ماتوا، حوالي 25 30 وناس واطفال بالصف، وناس كتير ودوا دار الشفاء، ودوا الايطالي، ودوا المستشفى القبطي، وناس كتير بالصف عندنا في دار الشفاء.